برنامجنا الإنساني رحمة ومشروعنا رانا هنا نجيب لك وأجي تفطر، ودعت مؤسسة الناس الخير لمحافظة ولاية الجزائر ثلاث من نقاط التوزيع في مختلف أنحاء الجزائر العاصمة. أولا محطة الحافلات لتي اف سي، وأيضا مقابل الإقامة الجامعية للذكور بن عكنون، وأيضا ساحة الشهداء مقابل جامع كتشاوة. من خلال هذه المبادرة يتم توفير أكثر من 1000 وجبة يوميا للطلبة الجامعيين، للعائلات ذات الدخل المحدود، وكذلك عابري السبيل، وكل مواطن جزائري يحتاج الفطور في شهر رمضان المبارك. حضوري كل سنة تقريبا نجي لهذه المؤسسة نس الخير، اللي هي مؤسسة معروفة بعملها الإنساني. السنة هذه عكف على توزيع ما يفوق 1000 وجبة هنا غير فقط في هذا المطبخ هنا، وعندها ايضا ولايات واحده اخرى. الحضور هو اولا لانبهاري بعدد المتطوعين اللي زاد العام هذا بعدد كبير جدا. لاحظ طلبه جايين من الجامعه، شباب من الاحياء الشعبيه مخلين عائلتهم والوجبات على الافطار في الدار، وجايين باش يقدموا هذه الخدمه ويقعدوا الى غايه اذان المغرب والافطار، واصبحت هناك تجاوب سريع جدا، هو اللي خلى ربما عدد ايضا المبادرات هذه تزداد، وايضا والفائده اصبحت كبيره بالنسبه للناس اللي اصبحت عندها احتياج في هذا الموضوع. المبادره هذه رمضان من 17 صباح ل 11 تاع الليل، والحاجه اللي مليحه كل عام يجوا دي بينيفول جدد المتطوعين، وكاع الفئات من العمام من الاطارات من كل فئات، ثلاث مناطق اللي نوزعوا فيها. كاين الاولى نباتوا ساحة الشهداء باسكو بعيده، وساحة الشهداء سيدي قلب العاصمه فيها بزاف ناس، نباتوا اكبر كميه لساحة الشهداء. ومن بعد عندنا بن عكنون للطلبه، وعندنا كاين تي اف سي ونوزعوا لي بينيفول على كل مركز باش يسربيو. انا التحقت بهذه المؤسسة ناس الخير هذا العام ملي بدا رمضان، نجيو صباح نقشرو نغسلو المواعن، ومن بعد نوجدو لي بوات تاعنا، نديرو لا ميزون بلاص تاعنا، ندو لي بوات تاعنا عندنا في لي تي اف سي في ساحة الشهداء وفي بن عكنون. اي طالب او اي شخص يجي يتطوع يجي يعاوننا لهنايا باش نكونوا اليد في اليد، وهذه هي ولات العائله تاعنا ثانيه. من اول رمضان وحنا كل نهار نوجدوا وجبات نوزعوها للطلبه والناس المحتاجين اللي ما عندهمش وين يفطروا. هنا في مخبر الشيف رايسي، من الاول كنا في نقطه واحده اللي هي محطه لي تي اف سي، وعندنا الان تقريبا اسبوع وين وسعنا مناطق التوزيع، ولو عندنا ثلاث مناطق في لي تي اف سي وفي بن عكنون وفي ساحه الشهداء. فرانشمون نحس روحي يعني الحمد لله، نحس روحي درت حاجه في رمضان هذا، شغل مع روح الفريق لهنا ما نحسوش كاع عيتك بالنهار. انا نحس انه كي نجو لهنا نطوعوا احسن ما نقعدوا نهار كامل وحنا قاعدين في الدار ما نديروا والو. جزائر تيوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.